اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو اكوتيبس.com، وهنتكلم النهارده ازاي اعلي ال HGH او الهيومن جروث هرمون او هرمون النمو بطريقه طبيعيه من غير ما استعمل اي هرمون خارجي. طبعا في فيديوهات كتيره اتكلمت على الموضوع ده، بس احنا عايزين نقول هنتكلم على الاثنين، هنتكلم على الطرق المالوفه اللي انت ممكن تسمعها في اي فيديو تاني او انا قعدت عن نفسي اتكلمت عليها قبل كده، وهنتكلم عن طرق تانيه غير مالوفه زي مثلا الكرياتين، زي الساونا، الحاجات دي بتعلي الجي اتش بطريقه حلوه جدا، بس محدش اتكلم عليها قبل كده، قليل يعني لما حد بيجيب سيرتهم بخصوص الجي اتش. فهنتكلم على كل حاجه بالتفصيل، بس قبل ما نبدا طبعا ما تنساش سبسكرايب، جرس التنبيهات، وفولو على الانستجرام. الانستجرام بتاعي احمد عمرو 87، وانستجرام القناه اكوا تيبس، وفيسبوك القناه اكوا تيبس. طيب ال HGH ده بيسموه ال anti aging هرمون او مضاد للكبر او مضاد لتقدم السن، في ناس تانية بتسميه longevity هرمون، في ناس بتسميه fitness هرمون، ليه مسميات كتيرة جدا. الأهمية بتاعته ان هو بيحافظ على الكتلة العضلية بتاعتي، بيساعد برضو الاكسديشن او الموبيلايزيشن بتاع الدهون، يعني بيساعد جسمي ان هو يستعمل دهون اكتر على انها مصدر طاقة، فبيساعد جسمي انه يحرق دهون اكتر، فجسمي بيكون طبعا شكله احلى. بيساعد كتير جدا على الريكفري، الاستشفاء، سواء من اصابات او سواء من التمرين او سواء من اي حاجه. بيساعد برضو ان التستوستيرون اللي بينتجه جسمي يكون وظيفته احسن ويكون فعال بطريقه اكتر، علشان كده الناس اللي بتلعب بودي بيلدينج اللي هم المحترفين بيحقنوا تستوستيرون، وبيحقنوا برضو مع جي اتش علشان يخلي التستوستيرون دوت يقوم بدور افضل. فطبعا لو التستوستيرون بيقوم بدور افضل، القوه بتزيد، الكتله العضليه بتزيد، كل حاجه بتكون افضل. طيب ازود الموضوع دوت ازاي بطريقه طبيعيه؟ نبدا بالحاجات المالوفه عشان يعني لو في ناس اول مره تتابعنا، ونحاول برضو ان احنا نقول حاجات جديده عن الحاجات اللي هي معروفه. يعني مثال على كده طبعا ديت حاجه مش محتاجه اي اثبات، هو النوم. كل ما كان النوم بتاعي جيد، كل ما انتاج جسمي للجي اتش هيكون اعلى، هيكون افضل. برضو عملوا تجارب معينه ان هم يدوا الناس مكملات تساعدهم على النوم. المكملات اللي انا عندي داتا ليها يعني هم الميلاتونين والجابا، هنتكلم على الاثنين بالظبط. الميلاتونين او الجابا ديت حاجات الجسم اوريدي بينتجها، بس لو الجسم ما بينتجش كميه كفايه فمحتاج ان انت تاخد مكمل ليها. ساعات بينفع لبعض الناس، انا نفسي ما بحبش خالص ان انا استعمل الميلاتونين، ولكن لبعض الناس بيعمل معاهم شغل حلو. لقوا ان في ناس لما بتستعمل الميلاتونين الجي اتش عندهم بيزيد بنسبه 150%. لقوا برضو ان في ناس استعملت الجابا او مكمل جابا، اللي هي اختصار لكلمه جاما امينو بيوتيريك اسيد، فالجي اتش زاد عندهم بنسبه 450%. بس الاجابه مش واضحه، هل هم زادوا علشان خدوا المكمل دوت، ولا الجي اتش دوت زاد علشان هم ناموا كويس؟ يعني ما نعرفش دوت كان سبب ولا كان وسيله، محدش عارف. النقطه اللي بعديها اللي ممكن نتكلم هي موضوع الصيام. الصيام طبعا من اكتر الحاجات اللي هي ممكن تعلي الجي اتش. انت كده كده بتكون صايم بالليل، يعني في فتره النوم انت اكيد ما بتاكلش، انت صايم فترة النوم اوريدي الجي اتش بيكون عالي، فالصبح انت الجي اتش عندك برضو بيكون عالي. كل ما طولت فترة الصيام بتاعتك، كل ما هتمد او هتعمل اكستنشن للارتفاع اللي هو بيكون موجود في الجي اتش دوت. علشان كده الصيام المتقطع بينفع ان انا ااجل الفطار بتاعي شوية، يعني مش لازم اكل اول ما افتح عيني، ممكن مثلا تفطر بعديها بساعتين، ممكن بعديها بست ساعات، زي ما انت عايز. كل ما طولت كل ما هيكون في فرصة ان انت يكون الجي اتش المرتفع دوت يكون مرتفع لمدة اطول. الحاجة اللي بعديها هي ال HIIT او الهيت او High Intensity Interval Training، سواء كان من كارديو او سواء كان من كومباوند ليفتس، او بشيل مثلا اوزان تقيلة، بليفت تقيل، سكوات تقيل، عقلة بوزن، متوازي بوزن، بنش بريس باوزان تقيلة، كل الحاجات ديت، فدي ممكن تعلي الجي اتش بتاعي من 450% ل 750%. فديت الطرق المألوفة اللي هي هتسمعها في أي فيديو. الطرق التانية بقى اللي هي غير مألوفة شوية ومحدش بيتكلم عنها قوي، هو الكرياتين. لما بستعمل كرياتين فده بيكون ليه تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الجي اتش في جسمي.
اول حاجه الكرياتين بيتعمل من احماض امينيه معينه زي الارجينين والجلايسين والميثيونين. فخلينا نتكلم على الارجينين والجلايسين بالذات. الجسم بيستعمل الاحماض الامينيه ديت ان هو بينتج كرياتين في حاجه اسمها كريب سايكل، بس طبعا بينتج بكميه قليله غير الكميه اللي انا هديها له لما باخد مكمل. الاحماض الامينيه ديت برضو الجلايسين او الارجينين الجسم برضو بيستعملهم، يعني بيبقى ليهم وظيفه ثانيه ان الجسم ينتج جي اتش. فانا لما بدي الجسم كرياتين من بره فانا كده بعمل سبير للاحماض الامينيه ديت، فالاحماض الامينيه ديت بتكون متاحه اكتر ان هي تؤدي الوظيفه الثانيه اللي هي تزود الجي اتش. غير برضو ان الكرياتين، الناس اللي بتاخد كرياتين فده بيزود حاجه اسمها اي جي اف، ديت برضو بتعلي الجي اتش. فانا كده الكرياتين زود لي هرمون النمو بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. لو خدت برضو مكملات زي الارجينين او زي الجلايسين اللي هي الاحماض الامينيه ديت برضو لو خدتها لوحديها فدي برضو بتزود انتاج الجي اتش، بتزود انتاج جسمي للكرياتين. الطريقه الثانيه اللي هي غير مألوفه اللي هي ممكن تعلي لي الجي اتش، ودي ممكن يعني ارغي فيها شويه عشان كان فيها فعلا تجربه اتعملت، انا لسه قاريها في الكتاب ده اللي هو Tools of Titans. الكتاب ده انا قريته من 2017 على فكره، من 3 سنين، من قبل ما افتح القناه اصلا، بس كل شويه بكتشف فيه حاجات جديده، يعني لازم اقراه كل فتره لان فعلا يعني من احلى الكتب اللي انت ممكن تجيبها. مكتوب ان هم عملوا تجربه على الساونا، الناس تعمل ساونا لمده نص ساعه، مده 30 دقيقه، مرتين في الاسبوع لمده 3 اسابيع. مش بس هرمون النمو هيكون بيزيد، لا بس قوه التحمل زادت بنسبه 32%. حاجه اسمها بلاد بلازما، ده نوع من القياسات اللي بتتعمل في الدم، دوت زاد بنسبه 7%، اكتر من 7%. والعدد او الكاونت بتاع الريد بلاد سيلز زاد بنسبه 3.5%. طبعا كرات الدم الحمراء وظيفتها ان هي تنقل الاكسجين للعضلات اللي هتشتغل في التمرين، فبالتالي التحمل بتاعي بيكون اكتر. الساونا برضو لقوا ان هم لو 20 دقيقه من الساونا على درجه حراره 80 وراها دش ساقع او وراها كولد اكسبوجر، او يعني تعرض لبروده شويه على حسب المده اللي انت تقدر عليها، يعني في ناس بتعملها لمده نص ساعه بس، ديت ممكن تزود الجي اتش في الجسم مرتين اعلى من البيز لاين. تجربه كمان لو زودنا درجه الحراره بتاعت الساونا وقللنا الوقت شويه، يعني 15 دقيقه بس ساونا ودرجه الحراره تكون اعلى، هتكون عند 100 بس، ديت طبعا مش اي حد هيستحملها، لازم تدرب نفسك شويه بشويه. وراها برضو موضوع الكولينج وموضوع الدش الساقع ده، فده زودت الجي اتش 5 مرات اعلى من البيز لاين. انا على نفس الطريقه اللي بستعملها في الساونا، ان انا بعمل الساونا عند اعلى درجه حراره موجوده لمده مثلا 5 دقائق، وبينها بتكون من دقيقه لاكتر بتكون دش ميه ساقعه، وبكرر السايكل ديت من مرتين ل4 مرات. ديت بتكون هايله للجي اتش، بتكون هايله للريكفري او للاستشفاء، وبتكون هايله للتحمل، بتكون هايله برضو للمزاج او لتحسين المود او الحاجات دي، يعني فوائدها ما تتعدش. فديت برضو خليها من ضمن الروتين بتاعك. فاتمنى ان الفيديو يكون مفيد، اتمنى انه يكون ضاف حاجه جديده، لان الموضوع ده طبعا في فيديوهات كتير عليه، انا نفسي عملت فيديو عليه قبل كده، بس اتمنى ان الفيديو ده يكون ضاف يعني بعض المعلومات الجديده، تكون قدمته بطريقه احسن، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.